السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معنا في الحلقة، يعني كتشوفوا الطوابل، غادي نمشيو بنتورا ذهبيين. هما البريباراسيو ديالنا راه بريباريناه، درنا السنتوفار ودرنا الماصية وانا حكيناهم مزيان، وغادي نعاودو ليهم الماصية. غادي نعاودو ليهم الماصية. الماصية هي هادي، هو واحد الطيرة قديمة هنا هي كيما كتشوف. المصية هي هذه، هاهي ماستيك سيلولوزيك باش تكونو عارفين. الذهبية كتكون في هاد النوع، هادي راها ألمنيوم ولكن النوع ديالها كيكون بحال هادي الذي نديروها ان شاء الله في هادي. المهم تشوفو الطوابل ديالنا، عمر عندي ثلاثة. بنادم يشوف الديكور كي داير، انتوما تشوفو كيفاش دايرين. هاهما هادو انجلاندي، هادو صحاحين، هادو انتوما تشوفو انا حكيناهم مزيان. انتوما تشوفو هاهما تشوفو باش هاهي المصية، راني وجدتها درتها شوية خفيفة، لأن الكوس الجاوج كيكون شوية خفيف، هاهي راني دايرها شوية خفيفة. إن شاء الله راني وجدت البيسطولة ديالي، هاهو البيسطولي ديالي راني موجدو صافي. إن شاء الله غادي نبدا نضرب إن شاء الله. المهم غادي نكمل الفيديو، بين نكملهم عندي لكم فيديو ان شاء الله غادي نلصقو مع هادو. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاهما كيما تشوفو معنا، راني درت لهم المصية كيما قلت لكم، وراني حكيتهم. هانتوما تشوفو اليد ديالي كي دايرين، شتو كي كانو دايرين. الان راني درت لهم واحد الكوش وحكيتهم مزيان، الصنفارة مزيان. انا غادي ندير الذهبيه ان شاء الله، غادي نضرب بنتوره ذهبيه وغادي نوريكم عاوتاني كيفاش. ما راني كامل كي شفتهم كي كانوا دايرين قبل، ما كيولاو قبل ما نضرب البنتوره ذهبيه دوغي، راه خص يكون بحال هاد الطريقه، خص تكون كلشي بيضاء، ما يكونوش كما كانت في الاول كان يبان شي بلاصه محكوكه بلاصه ما محكوكه، يعني كتبقى تبان لك الخشب، خص ما يبقاش يبان الخشب كاع. ها انتما يلا استناوني غادي ندير كي سميتو وغادي تشوفوا شنو كاين. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيا كما شفتو معنا، درت لها اللون الذهبي، هذا هي البنتورة مزال ما درت لهاش دومي بريو. المهم هيا كما كتشوفو، المهم هكذا كتخرج تقرب الدومي ديال البريو ديالها، راها كتخرج هكذا. يلا اخوتي ما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا الجام، اللي عنده شي تعليق يديروا، اللي ما عندوش ماشي مشكل. يلا المهم راني وريتكم كيفاش. يلا السلام عليكم.